ماذا رتب العراق من أوضاع تتعلق بإعلان الحرب على إسرائيل؟ وهل هو مستعد لتلك العواقب؟ يعني أعتقد هذا أيضا توصيف إعلان حرب، ولكن المشاركة في الحرب ليس بعنوان العراق، وأؤكد هذه القضية مرة أخرى. فمن يريد أن يشارك سيشارك بعنوانه وليس بعنوان الدولة العراقية، وهذه القضية الأساسية. هذا اللي تحدثنا به قبل قليل بالجزء الأول، على أن هذه الحكومة وأصحاب القرار السياسي ما هو موقفهم في قضية أن يكون هنالك الاستهداف للعراق في قضية المشاركة بعد إعلان المشاركة أو بعد عناوين سياسية داخل العراق، عناوين مسلحة داخل العراق قررت الاشتراك بالحرب. إذا تم استهدافها فماذا يكون موقف الحكومة؟ هل ستكون رافضة وتشجب باعتبار هذا استهداف للعراق ومن ثم تقرر الدخول مباشرة بالحرب؟ أم تعتبر أن هذه المشكلة هي ما بين كيانات وعناوين مسلحة وما بين الكيان الإسرائيلي، وبالنتيجة هي خارج هذه الدائرة؟ ماذا أعد لهذه الفكرة حقيقة؟ كيف يتعاطى مع هذا الموقف؟ هذا السؤال الأخطر الذي لا يوجد أي وضوح بشأن أنه خطاب الحكومة وموقف الحكومة إذا تعرضت إلى أهداف محددة سواء بعنوان الكيان الإسرائيلي. لكن أنا أعتقد أن هذا الإحراج سوف يكون شبه واضح، أن إسرائيل إذا فكرت أنه أو قررت استهداف العراق سوف لن تعلن بشأن هذه الضربة. هذه قضية مهمة لأنها سوف تحرج الحكومة، ومن ثم سوف أنه تكون في قضية أنه ممكن أن تتخذ موقف على أقل التقادير في شكوى إلى القنوات الدبلوماسية أو غيرها.